سيبقى العالم مليئا بالأسرار التي مهما ظن البشر أنهم عرفوها سيظلون كمن يحاول قبض الريح. فالعالم والكون لديه دائما الكثير من الأسرار، وسيظل البشر يعرفون جزءا بسيطا مهما زادت التكنولوجيا والتقدم. اليوم سنعرض لكم بعض الاكتشافات التي توصل إليها البشر في السنوات الأخيرة. اكتشاف كوكب جديد. إيريس أضخم وثاني أكبر كوكب قزم في النظام الشمسي، اكتشف في يناير عام 2005 من قبل فريق في مرصد بالومار بقيادة مايكل براون. تم التحقق من صفاته في وقت لاحق من ذلك العام، وإبان اكتشافه كان يعتقد أن إيريس أكبر من بلوتو، ولذلك وصف من قبل وكالة ناسا وفي تقارير إعلامية بأنه الكوكب العاشر. ينحدر إيريس من التصنيف الفرعي للكواكب القزمة، والذي يعتبر كوكب بلوتو أحدها، بالإضافة إلى كوكب سيريس. كان الكوكب يعرف بالتسمية المؤقتة UB313-2003، وقد استبدل الاتحاد الفلكي الدولي اسم الكوكب رسمياً إلى إيريس، أو بالأحرى إيريس 136199، بقرار صدر في 13 سبتمبر عام 2006، واقترح الاسم بواسطة فريق مكتشفي الكوكب. أدى اكتشاف كويكب إيريس إلى خلاف شديد بين العلماء حول تعريف الكوكب، ما أدى إلى طرد كوكب بلوتو من عالم الكواكب. وقرر الاتحاد الدولي لعلماء الفلك أن يطلقوا اسم إيريس على الكويكب الجديد. ونظرا للضخامة النسبية لكويكب إيريس مقارنة ببلوتو، وصفه مكتشفوه وناسا بأنه الكوكب العاشر للمجموعة الشمسية في بادئ الأمر. وأدى هذا بالإضافة إلى أمور تتعلق بأجرام سماوية مشابهة له في الحجم اكتشفت لاحقا، إلى تحفيز الاتحاد الفلكي الدولي الـ IAU لتعريف مصطلح الكوكب لأول مرة. وفقا للتعريف الجديد أصبح إيريس كوكبا قزما، بالإضافة لكل من بلوتو، سيريس، هوميا وماكي ماكي. يعتبر إيريس جرما وراء نبتوني أو كوكبا قزما أي بلوتي، وخصائص إيريس المدارية تصنفه على وجه التحديد كجسم قرص متفرق أو جرم وراء نبتوني متشتت، من حزام كايبر إلى مدارات غير عادية أكثر بعدا بعد تفاعلات جاذبية مع نبتون أثناء تشكل النظام الشمسي. وعلى الرغم من أن ميله المداري عال بخلاف مدارات أجرام القرص المتفرق، فإن النماذج النظرية تشير إلى أن الأجسام التي كانت في الأصل بالقرب من الحافة الداخلية لحزام كايبر متناثرة في مدارات ذات ميول أعلى من الأجرام الموجودة في الحزام الخارجي. ومن المتوقع أن تكون الأجسام الداخلية أكبر عموما من الأجسام الخارجية، ومن ثم يتوقع علماء الفلك اكتشاف المزيد من الأجسام الكبيرة مثل إيريس في مدارات عالية الميل والتي كانت مهملة تقليديا. كل ما نرى في السماء هو من الماضي. ما نراه في الفضاء من نجوم ومجرات هو في الحقيقة ماضيها وليس حاضرها. فضوء الشمس مثلا يصل إلينا بعد 8 دقائق من انطلاقه، ولأن أعيننا ترى من خلال الضوء يعني هذا أننا نرى الشمس كما كانت قبل 8 دقائق وليس في لحظة رؤيتنا لها، رغم أن الضوء يسافر بسرعة خارقة تصل إلى 299,792,458 مترا في الثانية. والأكثر غرابة من ذلك هو النجم القطبي أو نجم الشمال الذي استدل به البحارة لقرون، فهذا النجم يبعد عنا بمسافة 400 سنة ضوئية، وهذا يعني أن الضوء الذي يراه البحارة هذه الأيام قديم جدا، وانطلق نحو الأرض في عام 1617 ميلادية أي قبل 400 عام. ورغم إمكانية الاسترشاد به حتى اليوم، قد يكون النجم القطبي حاليا قد انفجر واندثر أو تحرك من مكانه خلال آخر 400 عام. وبناء على كل هذا يمكننا الادعاء أن التلسكوب هابل الذي يدور في الفضاء منذ عام 1990 هو أعظم آلة زمنية ابتكرها الإنسان حتى الآن، فهو يلتقط صورا للماضي ويرى نجوما ومجرات على الحالة التي كانت عليه قبل ملايين السنين، يرصد أزمنة خارقة
تعتمد على زمن وصول ضوئها لعدسته، وأبعد أجرام تمكن من رؤيتها تقع على مسافة 15 مليار عام، وتعد حالياً أقصى حدود الكون المعروفة للإنسان. قدم لنا صوراً لمجرات وسدم على حالها التي كانت عليها في ذلك الزمن السحيق، والكثير منها لم يعد موجوداً اليوم. الأهرامات. بعد أكثر من 4000 سنة على بناء الأهرامات، لا يزال الغموض يكتنف العديد من جوانبها ويخفي الكثير من مميزاتها وأسرارها، وبالأخص حول الطرق التي اتبعها الفراعنة في بنائها، الأمر الذي فتح شهية الكثير من العلماء للجلوس على مائدة أسرارها للاغتنام من قصص وغوامض الأهرامات الدسمة. ومن الأمور التي وجدت ولا يعرف الباحثون كيف توصل المصريون القدماء إلى هذه المعلومة في وقت مبكر من التاريخ وبدون أجهزة عملية دقيقة مثل ما هو الحال اليوم، فإن ارتفاع الهرم هو 149.4 متر، والمسافة ما بين الأرض والشمس هو 149.4 مليون كيلومتر، وهذه أكيد ليست مصادفة، كما أن أهرامات الجيزة تواجه شروق الشمس، بينما بنيت الأهرامات الثلاث على الضفة الغربية لنهر النيل في موقع يواجه غروب الشمس. ويعتقد بأن لهذا دلالة على عالم الموتى لارتباطه بغروب الشمس في الأساطير المصرية القديمة. وبعض الدراسات تؤكد أن بجانب تمثال أبي الهول والأهرامات يوجد طريق يؤدي إلى قارة أطلانتس المفقودة، وبعض المخطوطات تشرح هذا، ولكن يبقى الأمر حتى الآن غير مؤكد، ولا توجد دراسات معلنة تؤكد هذا. أسرار كوكب زحل. زحل هو الكوكب السادس من حيث البعد عن الشمس، وهو ثاني أكبر كوكب في النظام الشمسي بعد المشتري. يصنف زحل ضمن الكواكب الغازية مثل المشتري وأورانوس ونبتون، وهذه الكواكب الأربعة معا تدعى الكواكب الجوفيانية، بمعنى أشباه المشتري. يعتبر نصف قطر هذا الكوكب أضخم 9 مرات من ذلك الخاص بالأرض، إلا أن كثافته تصل لثمن كثافة الأرض، أما كتلته فتفوق كتلة الأرض 95 مرة. يتميز زحل 9 حلقات من الجليد والغبار تدور حوله في مستوى واحد، مما يعطي شكلا مميزا. يوجد 61 قمرا معروفا يدور حول زحل مع استثناء القميرات الصغيرة، وقد تم تسمية 53 قمرا منها بشكل رسمي. من بين هذه الأقمار يعتبر تايتان هو الأكبر، وهو كذلك ثاني أكبر قمر في المجموعة الشمسية بعد غانيميد التابع للمشتري، بل هو أكبر حجما من كوكب عطارد نفسه، ويعتبر القمر الوحيد في المجموعة الشمسية ذا الغلاف الجوي المعتبر. تعد الظروف البيئية على سطح زحل ظروفا متطرفة بسبب كتلته الكبيرة وقوة جاذبيته، ويقول الخبراء أن درجات الحرارة والضغط الفائق يفوق قدرة العلماء والتقنيات الموجودة على إعداد شيء مشابه لها وإجراء التجارب عليها في المختبرات. يتكون زحل بنسبة عالية من غاز الهيدروجين وجزء قليل من الهيليوم، أما الجزء الداخلي منه فيتكون من صخور وجليد محاط بطبقة عريضة من الهيدروجين المعدني وطبقة خارجية غازية. ويعتقد أن التيار الكهربائي الموجود بطبقة الهيدروجين المعدنية يساهم في زيادة قوة وجاذبية الحقل المغناطيسي الخاص بهذا الكوكب، والذي يقل حدة بشكل بسيط جدا عن ذلك الخاص بالأرض، وتصل قوته إلى 1/20 من قوة الحقل المغناطيسي الخاص بالمشتري. كما أن سرعة الرياح على سطحه تقارب 1800 كيلومتر في الساعة، وهي سرعة كبيرة جدا مقارنة مع سطح الرياح على سطح المشتري. زحام في الفضاء. وفقا لمكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، فإنه منذ بداية عصر الفضاء وإطلاق الاتحاد السوفيتي السابق القمر الصناعي سبوتنيك 1 حول الأرض، وحتى الآن تم إطلاق ما مجموعه 8378 قطعة في الفضاء، غير أن نصفها تقريبا قد انتهى أجله وتحطم. ووفقا لمؤشر الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي
الذي يحتفظ به مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي. هناك 4635 قمراً صناعياً يدور يومياً في مدار حول الأرض، بزيادة قدرها 8.91% مقارنة بالعام الماضي. هذه الأرقام تشير إلى أن هناك الكثير من القمامة في الفضاء، وفي المستقبل القريب ستتحول الأقمار الصناعية إلى حطام يشكل خطراً متزايداً على الفضاء والأرض على السواء. ويشار إلى أن الأقمار الصناعية المختلفة تدور في مدارات إما منخفضة أو متوسطة أو مرتفعة حول الأرض، أي أنها توجد على ارتفاعات تتراوح بين 1,000 و36,000 كيلومتر. اكتشاف تجويف هائل بالفضاء. اكتشف علماء الفلك تجويفا شاسعا في الفضاء يمتد على مسافة تقارب 500 سنة ضوئية، ولكن لا يزال من غير الواضح كيف تم تشكيله. ويقع الفراغ الكروي بين الأبراج بيرسوس وتوروس، وتحيط به السحب الجزيئية، وهي المناطق التي تتشكل فيها النجوم. من المحتمل أن يكون التجويف قد تشكل بسبب مستعر أعظم قديم منذ حوالي 10 ملايين سنة، ولكن الباحثين ما زالوا في حيرة من وجوده. قال المؤلف الرئيسي للدراسة سامويل بيالي في بيان: تتشكل مئات النجوم أو توجد بالفعل على سطح هذه الفقاعة العملاقة. وأضاف: لدينا نظريتان، إما انفجر مستعر أعظم واحد في قلب هذه الفقاعة ودفع الغاز إلى الخارج مشكلا ما نسميه الآن سلسلة من المستعرات العظمى التي حدثت على مدى ملايين السنين خلقتها بمرور الوقت، وتتكون كوكبة بريسوس من آلاف المجرات تبعد حوالي 240 سنة ضوئية عن الأرض، وعلى العكس من ذلك تقع كوكبة الثور على بعد حوالي 65 سنة ضوئية من الأرض. ويقترح البحث أن الغيوم الجزيئية بريسوس وتوروس ليست في الواقع بنيتين منفصلتين، ولكن ربما تكونتا معا من انفجار المستعر الأعظم. إلى هنا أعزائي متابعي قناة هل تعلم، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. إذا أعجبكم اضغطوا على زر لايك وأخبرونا في التعليقات، ولا تنسوا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس لتكونوا أول من يتوصل بالفيديو القادم. نلتقي في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.